وكان الصحابة رضي الله عنهم يتماشون في الطريق، فإذا فصل بينهما شجرة كبيرة أو جدار أو حجر كبير مثل ما يسمونه الناس تبة مرتفع، ثم التقوا سلم كل واحد على الآخر، لأن هذا الفاصل اقتضى إعادة السلام، وإعادة السلام خير، لأن السلام اسم من أسماء الله تحل بركة بذكره، ولأن يكون بركة على المسلم والمسلم عليه، يستكثرون الناس من هذا ما يملون أبدا. وقد دخلت المسجد أنا مع سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله متماسكين اليدين بعد أذان المغرب على طول، فصلينا ركعتين قبل الإقامة، فلما انصرف من الصلاة سلم عليه صافحني: يا شيخ ألسنا دخلنا سواء؟ قال: إن في الصلاة شغل، يعني فاصل، هذا الفاصل الاستغراق في الصلاة اقتضى إعادة التسليم. فإذا أنت عندك ضيف في المجلس، دخلت للبيت تأتي بماء، إذا رجعت سلم، دخلت تأتي بالقهوة، إذا رجعت سلم، دخلت تأتي بالغداء، إذا رجعت سلم، هكذا، لأنه صار في فاصل. ولا تمل من إلقاء السلام، سلموا على أنفسكم تحية من عند الله طيبة مباركة، هذا نص التنزيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت على أهلك، يقول لي أنس بن مالك رضي الله عنه، فسلم يكن بركة على بركة عليك وعلى أهلك. لو قد الإنسان جلس سلم وجلس ثم طرق الباب أو الجرس فخرج ينظر أو يأذن ورجع يسلم، نفس الشيء. ولو إنسان خرج من مكتب إدارة حكومية أو شركة أو غيره ورجع يسلم، نفس الشيء، ما يستنكف، استنكاف كبر ولا يليق بالمسلمين. وبعدين غنى عن فضل الله وعن بركته، وهذا غلط، هذا نوع من الكبر والاستغنى عن الله، وهذا نفي التوحيد. استكثر من بركة الله، استكثر من ذكر اسم الله، تحل البركة عليك وعلى بيتك وعلى غرفتك والمكان اللي أنت فيه، ويندفع الشر عنكم.